إذا تحطم الار بي سي، عملية تسميها إليتروسايت ديستركشن اللي هو تحطم الار بي سي. عرفنا انه في البدايه لما تحطم هذه الار بي سي انه في الريتيكولو اندوثيليوم سيستم، فهذه الار بي سي عده اسباب او خصائص تؤدي الى ان هذه الار بي سي صراحه تؤدي الى عمليه من الى عمليه التكسير او التحطيم للار بي سي. طيب، والسبب في ذلك قلنا اما نقص الماء او نتيجه ارتفاع نسبة الصوديوم أو نقص البوتاسيوم أو نقص نشاط الإنزيمات أو نقص الإنزيمات. كيف؟ إذا هنا أنزيم أو في عملية الجليكوليزيس، إذا أسباب إن 120 يوم وتبدأ خلاص ما تستطيعش أنها تعمل علشان تعيش، إن لازم تأخذ لها طاقة علشان تعيش، وهذه الطاقة لازم أن المواد الغذائية سكريات تحريقها علشان تنتج طاقة، فتحتقها لما تحرق لازم من عملية من انزيم. وانتم عارف انك اخذت في البايو كيمستري لما يعمل على احراق السكر او تكسير السكر يسمى الانشطار السكري اللي هي عملية الجليكوليسيس. اكيد اذا ما فيش الجليكوليسيس اللي ينتج اكيد 100%، لان قلنا ايش الغرض من الجليكوليسيس؟ انك تحصل على طاقة. اكيد ديكريز اي تي بي بروجيكشن، اكيد انه بيقل عمليه انتاج الطاقه. قلنا في هذه الحاله لما قلنا لازم عمليه الهيموليزيز او التوازن ان تكون نسبه الاملاح داخل ار بي سي مساوي لخارجها، ففي هذه الحاله يحدث امبيلانس، عدم توازن في الصوديوم والبوتاسيوم. سجل هنا المعلومه بانه يزداد الصوديوم ويقل البوتاسيوم، هذه معلومه لك، بانه يؤدي الى زياده الصوديوم وقلة من البوتاسيوم. طيب، هذا السؤال قد يسأل واحدكم لماذا يزداد الصوديوم ويقل البوتاسيوم؟ سنشرحها في أوانيها وذلك في الفسيولوجي، سنأخذ في التفصيل لماذا يزداد الصوديوم ولماذا يقل البوتاسيوم. إذن هذه العملية تؤدي إلى ماذا؟ إلى أن تبدأ كريات الدم الحمراء بعملية التحطيم. طيب، عملية التحطيم انه يبدأ بهذه العملية يتعرض له من السيل ميمبرين. اذا الاساس هو عبارة عن من؟ عن السيل ميمبرين. ايش يحصل له؟ ديستريبيوتد، اللي هو عبارة عملية تحطم ما بين الانير والاوتر من الميمبرين. مش قلنا في غشائين داخلي وخارجي نتيجة طبقة البروتين اللي تحتوي على بروتينات داخلية وبروتينات خارجية. طيب، هنا عملية تسمى قال فيسفوتيد كلاين، عند سينجو انه هذا اسماء او عبارة عملية هذه المواد. طبعا احنا لن ناخذها الان، لماذا؟ لان احنا قلنا بالتفصيل في الفسيولوجي، فهذه أسماء الدهون اللي تكون موجودة في الغشاء من الباي لاير للليبيد، هي هذه المواد. وسنأخذ هذا في ناحية ما نأخذ عبارة عملية من الأنيمية التحللية، لكن الآن كسنة أولى مش مطلوب منك أن تفهم أنه يحدث خلل في كمية البروتينات مع كمية الإنزيمات، مع كمية البروتينات وكمية من الدهون. طيب، إذا هنا قلنا هذه معلومات، لكن تفهم من خلال هذه المرحلة أن عملية السيل ميمبرين تؤدي إلى تحطم السيل ميمبرين وخروج الهيموغلوبين فقط. يؤدي إلى تحطم السيل ميمبرين مع خروج عملية من؟ عملية الهيموغلوبين. طيب، هنا بمعنى كلمة هنا تأخذ هذه الكلمة تفهمها بمعنى أبوبتوزيز، الموت المبرمج، الموت المبرمج. طبعا هنا سجل الآن، خذ ورقة وقلم وسجل، لأن هذه الآن تحسب لك كمعلومات هذه الكلمة الآن، لأننا سنأخذها وسنتطرق لها في السنة الثانية بالتفصيل. لكن الآن لازم علشان وانت تقرأ
بتلاقي معك كلمة الأبوبتوسس، فقد يتراود إلى ذهنك ما معنى كلمة أبوبتوسس. أقول معناها الموت المبرمج أو الموت الخلوي. وبالتالي سجل القلم، خذ القلم والورقة ونبدأ نشرح عملية الأبوبتوسس. طبعا هذه المعلومات اللي أنت الآن بتسجلها لن أطالبك فيها بالامتحان نهائيا، إنما سنة ثانية لو قلت أيام الإجازة، وبسنة ثانية تكون المعلومات قد وجدت لديك. إذا الأبوبتوسس هو عبارة عن فعل منظم يجري فيها تفعيل بروتينات داخل الخلية تؤدي إلى موت هذه الخلية، إلى موت هذه الخلية، ويتم الأبوبتوسس عبر مجموعة من بروتينات، مجموعة من بروتينات. هذه البروتينات تسمى كاسبيز. كلمة كاسبيز بتلاقيها تحت اللي هنا، تسجل عملية الكاسبيز، وتتم من خلال مرحلتين أو طريقتين. الطريقة الأولى عن طريق إشارة عبر بروتينات غشائية ومستقبلات، والطريقة الثانية عبر إفراز سيتكروم سي. سيتكروم سي. إذن هذا بالنسبة للأبوبتوسيس، بالنسبة للأبوبتوزيس. وقلنا الأبوبتوزيس عبارة عن معلومات فقط، لن نسألك أو نطالبك فيها. إذن هذا النورمال سيل ميمبرين، وهذا الأبوبتوسيس لما إيش يبدأ هذه مجموعة من البروتينات. الآن ركز كيف الآن اللي حدثت وبدأت تعمل بعملية مين هذا الموت، وتعمل على تكسير من؟ على تكسير الـ RBC. طيب هنا تبدأ في الإسبيلين. هل الإسبيلين نسميها، هل الإسبيلين هو داخل الوعاء الدموي أم عضو مستقل لحاله؟ إذا عضو مستقل لحاله. إذا تحللت الـ RBC خارج الوعاء الدموي، عارفين ايش الأوعية الدموية؟ إذا خارج الوعاء الدموي نطلق عليه اكسترا فيسكيولار ديستركشن. التحطيم للـ RBC خارج الوعاء الدموي، وهذا لما يحدث في الإسبلين أو الليفر. في الإسبلين أو الليفر نسميه اكسترا فيسكيولار. إذا اكسترا فيسكيولار بمعنى من؟ تحطم للآر بي سي خارج الوعاء الدموي. طيب لو كان داخل الوعاء الدموي بيكون انترا فيسكيولار. طيب هذا الإسبلين أو الليفر لما تريح تعمل تحطيم لكريات الدم الحمراء بماذا؟ بواسطة خلايا تسمى خلايا الماكروفاج. خلايا الماكروفاج اللي هي عملية البلعمة، خلايا البلعمة. طيب إذا هذا التحطم يحدث في الـ RBC بواسطة هذه الخلية، وبالتالي نسميه هذه المرحلة مرحلة أكسترا فيسكيولار، أكسترا فيسكيولار. طيب إذا الإريثروسايت ديستريكشن هو عبارة عن تحطم كريات الدم الحمراء، عبارة عن تحطم كريات الدم الحمراء. هنا تبدأ تسمعنا، تبدأ تسمع، وبعدين بترجع تركز وتفهم. تبدأ تسمع وبعدين لعملية التركيز والفهم. إذا الـ RBC عمرها 120 يوم، بعد 120 يوم
تؤدي إلى تخلص منها من السيركيوليشن اللي هو من داخل الأوعية الدموية، من داخل الأوعية الدموية. فهنا إن الـ RBC 120 يوم، ثم بعد ذلك ريموف فروم سيركيوليشن اللي هو من داخل الوعاء الدموي. وقد يكون في هذه معظم هذه الحالات إما أن تكون طبيعي وإما أن تكون abnormal RBC، بمعنى قد تحدث أن تحطم أو تكسر كريات الدم الحمراء بصورة غير طبيعية، قد يكون عمرها ما زال في 70 أو 60 لكنها تتحطم، ولهذا نتيجة أبراض أو نتيجة خلل، وهذا بنأخذها في سنة ثانية في مادة لما نسميها blood disease اللي هي أمراض الدم، أمراض الدم. إذن هي لازم ريموف بمعنى تطرد إلى خارج أكسترا فاسكيولر اللي هو إلى خارج الوعاء الدموي، وهذا بواسطة ماكروفاج سبلين، خلايا بلعمية الطحال. لهذا تبقى كمية small amount من الار بي سي يحدث لها تحلل داخل الوعاء الدموي، فنسميها انترا فاسكيولار. اذا قلنا لازم 120 يوم، وبعدين يجب لها عبارة عملية من تحطم، هذا التحطم اما خارج اكسترا فاسكيولر، والكمية الصغيرة والمتبقية التي لم تعمل ريموف الى الاسبلين، وعملت ريموف الى الاسبلين بواسطة من؟ بواسطة ماكسبلين ماكروفاج، فانه سيؤدي مادة اخرى تحللية نسميها انترا فاسكيولر. طيب هذه النقاط، ان الهيموغلوبين حدث هيموليسيس اللي هو تكسر الغشاء وخروج الهيموغلوبين، والهيموغلوبين يتكون الى مكونته هيم وجلوبيولين. ركز بنشرحها في هذا فلا تستعجل. الجلوبيولين هو عبارة عن احماض امينية، يعاد رايس كلينك اللي هو عبارة عن عملية اعادة تصنيعها مرة اخرى. الامينو اسيد يعاد، والجلوبيولين بشكل عام. بينما الهيم يتحول الى بيلروبين. اذا اول نقطة اللي هي ان الهيم يتحول الى بيلروبين. ما معنى بيلروبين؟ بيلروبين بمعنى نسبة الصفار اللي نسميها او اليرقان، وهي مادة تنتج النتيجة طبعا اسباب اما خلل في الكبد واما نتيجة تكسر لكريات الدم الحمراء، تكسر للحمراء. ولهذا يعتبر البيلروبين انسيليبول. ايش معنى انسيليبول؟ لا يذوب في الماء، لا يذوب في الماء، فنسميه انديريكت. الانديريكت ما معنى انديريكت؟ غير مباشر، بمعنى ان البيلروبين منه نوعين. اذا تركز انه الهيم يتحول الى بيلروبين الى نسبة صفار، واكيد انتم سمعتم انه اي واحد فيه هيباتيتس امراض كبد او عبارة عن تكسر دم يروح للمختبر يقيس نسبة الصفار، ونسبة الصفار عبارة عن نوعين يسمى الصفار المباشر والغير مباشر. بمعنى ايش معنى مباشر وغير مباشر؟ بمعنى مرتبط او غير مرتبط. طبعا مرتبط بايش؟ بايش مرتبط يعني؟ بمعنى انه مرتبط بمادة نسميها indirect او نسميها unconnected، اللي بمعنى انه ينقل بواسطة الالبومين to the liver. اذا المرتبط، والمرتبط يكون مرتبط بالبروتين من بلازما بروتين، وتقول مرتبط بروتين اسم هذا البروتين هو الألبومين، هو الألبومين، هو الألبومين، ويكون insoluble in water، بمعنى أن هذا الآر هو عبارة عملية البلوروبين الذي يتكون
في هناك سواء في الاسبلي او عبارة عملت في السيركيولر او في الفيسكيولر، بانه يرتبط بمادة نسميها البومين. هذا الالبومين تعمل على نقله الى الليفر، تعمل على نقله الى الليفر. اذا الالبومين تلاحظ بانه ينتقل الى فين؟ ينتقل الى الليفر، وبانتقاله الى الليفر نسميه انديريكت، غير مباشر. بينما الليفر المرتبط اللي هو يعمل على السيليبول انوتر الذي يذاب في الماء نسميه دايركت، دايركت، وهذا يخزن في القلب لادر، اللي هو عبارة عن عملية. ايش معنى كلمة الحويصلات الصفراوية؟ ثم بعد ذلك سكريتد، يفرز في الديدينام الى الاثنى عشر، ثم يفرز الى الاثنى عشر، وبالتالي تخلص الجسم الان من هذا الصفار. اذا تخلص بواسطة الليفر، تخلص من، اذا كيف يتخلص الجسم من الصفار؟ بواسطة الليفر. ومن اوصله الى الليفر؟ انه ارتبط عبارة عن البومين، فهو اما ان يكون مرتبط بالالبومين او غير مرتبط بالألبومين.